اللي حصل مع محمود حماده بقى، يعني محمود حماده اللعيبه كلها كانت بتتكلم على فيتوريا ده ابوك، وده بنشوفها في المعسكرات اللي قبل كده والدنيا تمام. بعيد 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 بعيد، ومش هقول لك يزعل كنفسيا او اي لعيب بره، سواء احمد سامي سواء مهند لاشين، اللعيبه اللي كانت بتبقى بره، لكن هو حقه او ان هو عايز يبقى موجود، ده شعور كويس جدا يعني، ما بنتكلمش من الناحيه حاجة السلبيه صحية يعني. بالظبط. ولكن لما اتدفع بيهم هو يا حاجه من الاتنين، يا انت عايز تحرقني، يا انت بتعمل فيه حاجه مش منطقيه، انت ما اديتنيش دقيقه واحده، بتكلم على الماتش الاخير ده بالذات سواء مهند او محمود حماده، بتاعي ده اللي حصل تكمله للكلام، الفرصه بتاعت محمود حماده. بص خلينا بقى نقول حتة مهمة، إن النتيجة بتفرق جدا. يعني إحنا مثلا نبدأ من أول ماتش موزمبيق. أنت النهاردة ماتش موزمبيق ده بنفس المحاولات بتاعتنا ونفس المحاولات اللي علينا، بس ما جاش فينا جونين. يعني اعتبر الكرة جت في العارضة اللي بالهيد، والانفراد ده اللعيب كان في الأوفسايد، وكسبنا 1-0. في حاجات كتير هتتدارى. كذلك النهاردة لو نفس اللعيبة، بدون ذكر أسماء، نفس اللعيبة اللي أنت شايفها بعيدة نزلت وإحنا كسبانين 2-0، كانش هيبقى ده الوضع. صعوبة الموقف بتاع الماتش، وانه ماتش دايركت اليمينيشن، ماتش ومطلوب منك واحد، مش سهل في وقت قصير تلم نفسك. كان ممكن لو في وقت ازيد من كده انك انت فاتت منك كورة، تلاقي نفسك في التانية والتانية لا راكب ونازل بتساعد الفرقة وبتعمل دور اكتر من ادوارك، لان احنا عايزين نكسب ومطلوب مننا واحد. فمش عايز اقول ان في عذر للاعب قد ما لا، كان في ظروف معينة ممكن تخلي اللاعب مش في احسن حالته، ومش اي لاعب. وده الفرق ما بين اللعيبه وبعضيها، وما بين اللي انت بتقول ده لعيب منتخب وده لعيب مش منتخب، او ده رجله في الملعب او لا. يعني هي المواقف اللي زي كده، لو النهارده اللعيبه دي نزلت مش جاهزه، فهي غلطتنا احنا مش غلطته، سواء مش جاهزه بدنيا او نفسيا، فاهم؟ هي هتبقى غلطه الجهاز، وده دور الجهاز. احنا دورنا ان احنا الناس دي تبقى جاهزه في اعلى جهاز. زي ما بقول لك من اول كلامنا ان احنا دورنا الجاهزيه. وفعلا قبل الماتش ده بكام يوم، ودي انا متعود عليها، ان انا بتكلم اخويا مع اللعيبه، لان انا بيهمني مصلحته بغض النظر انا في الموضوع ولا ده. مش انا شفته الموضوع. بعيني علاقتك مع كل اللعيبه بصراحه على اعلى مستوى، يعني اللي اكتر من لعيب بيجي معاك في الملعب في الطريق اللي انا شفته، بتتكلموا مع بعض بشكل منفرد، فالعلاقه كويسه. والله عايز اقول لك ان الجيل ده جيل تبقى عايز، يعني تبقى عايز تخدمه وتسبورت معاه بغض النظر انت مستفيد من النجاح او لا. يعني انا النهارده اهو، يمكن ما اعرفش احنا كده بقى لنا كام يوم بره المنتخب، بل بالعكس الكوميونيكيشن مع اللعيبه اكتر من الاول، لان هو خلاص خلي بالك حضرك في بطوله مجمعه، وعرف ان منظومه الشغل مبنيه على حاجه، فبدا ان هو بيثق في كلامك اكتر. فدلوقتي التواصل مع اللعيبه اكتر من قبل البطوله يعني، فاهم؟ والجيل ده، يعني انا اقول لك على معلومه، ودي يمكن من الكواليس، انا اشتغلت في المنتخب، ودي معلومه ممكن الناس ما تصدقهاش، حتى الاتحاد يعني، اشتغلت في المنتخب 16 شهر، اشتغلت مع بدايه كابتن روي فيتوريا. انا لغايه النهارده ما اتكلمتش مع حد في مرتب، انا المرتب عرفته لما نزل بعد شهرين من الشغل. لغايه النهارده اقسم لك بالله انا ما اعرف نسبه مكافئتي كام في الميه. يعني الناس تاخد انطباع ان احنا كنا مقصرين، اكيد في غلطات، وانا هقول ان هي من الجهاز اكتر من اللعيبه، يعني ان ده دورنا. اللعيب الجيل ده كله رجاله، وعلى راسهم مهند لاشين، لان هو تم انتقاده يعني، بس على راسهم مهند لاشين. يعني مهند ده ترميه في النار، لو نزل الملعب هيحط دماغه مكان الكوره يعني، فاهم؟ فمن الادوار اللي احنا على الشكل المستوى الفردي، وانا كمعد بدني بعملها، وبستغل تواجدي مع اللعيبه بشكل فردي في الجيم، ان انا ابدا اتطرق للحاجات دي بشكل غير مباشر، لان انا ببقى عارف جدا اللعيب بيفكر ازاي. ببقى عارف جدا ان انا كنت بلعب اساسي مع الراجل ده، ودلوقتي انا يا دوب جاي بالعافيه دخلت القايمه، طب انا هل الراجل مش مقتنع بيا؟ طب انا وحش ولا لا؟ فانت بتبقى عارف كل التساؤلات دي، فانت من نفسك بتروح تتكلم مع المدرب.